لسه مستمرين في حديثنا عن معرض الكتاب، اللي الحقيقه يعني في اقبال كبير جدا على هذا المعرض، واي حد بيعدي من قدام المنطقه دي هناك وبيشوف الناس وهي داخله وخارجه وايديها مليانه كيس كبير كده شايلاها في حضن الكتب كده، ومنظر الحقيقه يفرح كل سنه لما بنشوفه، وبنشوف الشباب الصغيرين طالعين شايلين الكتب اللي من الاجنحه الكتيره اللي موجوده في المعرض، بيبقى حاجة تفرح القلب الحقيقة، إنه في وسط كل هذه الضغوطات الناس بتهرب بالقراءة وتشوف وتطلع على كل ما هو جديد، ومعرض الكتاب بيدي فرصة كبيرة إن إحنا نقدر نشتري الكتب اللي أسعارها أصلاً زادت بسبب أسعار الحبر اللي زادت، فإن إحنا نشوف كل كمان الفعاليات اللي بتحصل في المعرض ده شيء مهم جداً. الجناح الخاص بالأزهر الشريف كمان بيقدم مجموعة من الإصدارات الدينية والاجتماعية الهامة جداً اللي بتثري الثقافة المصرية والعربية. خلينا ناخد مع حضراتكم دلوقتي على التليفون دكتور نظير عياد، المشرف العام على جناح الأزهر، وأمين أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تطلعنا على أهم محتويات جناح الأزهر السنة دي في معرض الكتاب وشكل الإقبال على المعرض وعلى الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. حقيقة الأزهر الشريف يشارك للعام الثامن على التوالي في معرض القاهرة الدولي، وهذه المشاركة يحرص الأزهر من خلالها على أن يقدم لزوار المعرض وجبة دسمة متعددة ومتنوعة ما بين إصدارات علمية صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة. هذه الإصدارات صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية، هيئة كبار العلماء، جامعة الأزهر، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، مركز اللغات، الرواقي الأزهري، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مكتب تحقيق التراث، وكل هذه الإصدارات جمعت بين الأصالة والمعاصرة، بمعنى أنها جمعت بين جانب تراثي صدر عن أعلام الحضارة الإسلامية لكنه مرتبط بقضايا الواقع ومشكلات المجتمع، وجانب يعنى بالقضايا الحديثة أو الموضوعات الحديثة. ولا يتوقف أمر جناح الأزهر الشريف عند الإصدارات العلمية والتي جاءت متعددة ومتنوعة، ولعل من أبرزها مجلة الأزهر الشريف والتي طبعت في 106 مجلد يحكي تاريخ 175 سنة من تاريخ هذه المجلة، بجانب التفسير الوسيط والذي صدر عن لجنة علمية من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وبعض المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن، بجانب الإصدارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي ضمت أجزاء أربعة حوت مجموعة من الأبحاث التي صدرت عن مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، جزء يتعلق بالقضية الفلسطينية وجزء بالعلاقة باليهود والصهاينة وجزء يتعلق بالدعم المادي والمعنوي وجزء في يوم مخصص للقضية الفلسطينية السنة دي في معرض الكتاب. يعني احنا في الأزهر الشريف يعني لم نخصص يوما واحدا، وانما خصصنا اكثر من محاضره او اكثر من ندوه، واليوم كان هناك حديث عن هذه القضيه من خلال تناول قضيه الاخوه الانسانيه بين الموضوعيه والتحيز، وبعد غد هناك موضوع اخر يتعلق بالعلاقه بين الصهيونيه العالميه و السياسة العالمية، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الفكر الديني وعلماء مقارنة الأديان والسياسة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لدينا ركن الفتوى وهو واحد من أهم الأركان وصار قبلة لزوار المعرض، يفدون إلى وعاظ وواعظات الأزهر الشريف للإجابة عن تساؤلاتهم، كما أننا لا ننسى المشاركة المجتمعية، فكان ركن لبيت زكاة المال المصري والذي يعني هو بيت بإشراف فضيلة الإمام الأكبر خصص ركن فيه، ولأن القضية الفلسطينية هي القضية الحاضرة اتخذ الجناح شعارا له فلسطين في القلب القدس العربية، وهناك عدة فعاليات ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية حول هذا. أهم الرسائل اللي بتحملها هذه الفعاليات يا دكتور نظير السنة دي في جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب؟ هو لعل أهم الرسائل الأولى هو التأكيد على أن الكتاب ما زال هو الوسيلة المثلى والوسيلة العظمى التي يمكن
أن تكون باب من باب التسرية ومن باب التوعية للنشء والكبار والشباب. الرسالة الثانية هو ارتباط مثلا جناح الأزهر والمعرض بشكل عام بقضايا الأمة ومشكلات الواقع. فنحن في الأزهر الشريف لدينا عدة ندوات علمية ولقاءات دعوية وتربوية كلها انصبت على المشكلات الحقيقية التي قد ترتبط حينا بالعلاقات الأسرية أو علاقات الإنسان بأخيه الإنسان، أو ترتبط بقضايا الإلحاد ومسائل الشك والتردد في قضايا الإيمان والقضاء والقدر. بجانب ذلك دور العلم والبناء التعليمي وأساسه في تكوين الشخصية السوية، زد على هذا المشاركة المجتمعية الفعالة، وخصوصا أننا نقول بأننا في الأزهر لا نركز على الجانب العلمي فحسب، بل نركز على الشق المجتمعي. ومن ثم كان هناك رسالة بضرورة نوع من التكافل من خلال إيجاد مكان لبيت زكاة المال المصري. الأمر الأهم من هذا أننا ننظر إلى الموسم هذا على أنه عرس ثقافي يمكن من خلاله رؤية الدولة المصرية ورؤية مدى عنايتها بالعلم والمعرفة، وبالتالي نستعد له حتى يكون الزائر لا سيما من خارج جمهورية مصر العربية يأتي وهو يعود محملا بزاد علم ومعرفي يعبر عن الرؤية الحضارية والرؤية التكاملية المعرفية التي تتميز بها الدولة المصرية والأزهر الشريف. صحيح، يمكن مهم جدا تعامل الأزهر مع كل هذه القضايا ومشكلات الواقع، لأنه الأزهر ليس منارة علمية فقط إنما كمان حضارية أيضا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نظير عياد المشرف العام على جناح الأزهر وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.